زملائي في العلاج الطبيعي من كافة أنحاء العالم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتورة عالية الغويري من الجامعة الأردنية، وعضو في اللجنة المنظمة لمؤتمر الاتحاد العالمي للعلاج الطبيعي WCBT لعام 2019. أود أن أدعوكم جميعا إلى تقديم ملخصات أبحاثكم للمؤتمر، وسأقدم لكم مجموعة من النصائح في هذا الفيديو. أولاً، يجب أن يكون عنوان الدراسة جاذباً ويعكس نتائج البحث الهامة. ثانياً، أن تكون فكرة الدراسة ذات مغزى وهدف الدراسة واضح ويضيف معلومات هامة للعلاج الطبيعي. ثالثاً، أن تبرز النتائج الرئيسية للبحث. رابعاً، أن تظهر الآثار المترتبة على نتائج دراستك وأهميتها العملية على العلاج الطبيعي. وشكراً.